هل مثل هذه التصريحات من جانب الولايات المتحدة، وقبل ذلك كان هناك التهديدات بفرض عقوبات على القضاء في محكمة العدل الدولية، هل ذلك يمكن أن يغير من التوجه القانوني لهذه المحاكم مثل هذه التهديدات الأمريكية؟ يعني في اعتقادي أستاذ أحمد، هذه التهديدات لا يمكن أن تغير من توجهات المحكمة. أولا أمريكا ليست عضو في المحكمة، ورأينا كيف أن أمريكا رفضت التوقيع على ميثاق المحكمة والانضمام بتهمة، أو كانت تطالب بحماية الجنود الأمريكيين في العالم من أي محاكمة جنائية، رغم الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون في كثير من الدول مثل أفغانستان والعراق. وبالتالي ليس هناك سلطة أو مانع قانوني لأمريكا في المحكمة أو تغيير التوجهات القانونية، لكن دعنا نقول أن هناك أمريكا ستمارس ضغوط سياسية على المحكمة وعلى الدول في المحكمة المتعلقة، حتى يعني إذا صدرت قرار الاعتقال بحق نتنياهو. أنا في اعتقادي أن أمريكا ستضغط على الدول المختلفة، هناك 124 دولة، كثير من الدول ستضغط عليها أمريكا لمنع تفعيل هذه المذكرة. هي أيضا محاولة لترهيب القضاة المحكمة، ورأينا هذا مع محكمة العدل الدولية، وأيضا الآن مع المحكمة الجنائية الدولية. وهناك يعني تبار ومزايدة أمريكية داخلية، يعني رئيس مجلس النواب الأمريكي يعني طالب بأن يكون الكونجرس الأمريكي اتخاذ قرارات وعقوبات حتى ضد المحكمة. هذا يمثل خطورة من أمرين أستاذ أحمد. الخطورة الأولى أن هذا الموقف الأمريكي المنحاز والذي يختلف تماما مع القانون الإنساني هو يشجع حكومة الحرب الإسرائيلية على المضي قدما في جرائمها وفي جرائم الإبادة الجماعية، لأن لم تكن حكومة الحرب الإسرائيلية لتتجرأ لارتكاب مثل كل هذه الجرائم والإمعان في قتل الفلسطينيين سواء بعد 7 أكتوبر أو قبل 7 أكتوبر وعلى مدار عقود، لولا أنها تتمتع بالحماية الأمريكية، لولا أنها بتعتقد وتدرك يقينا أنها بمنع عن العقاب الدولي والمحاسبة الدولية. وبالتالي هناك الآن حالة من الفزع لدى الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي بعد أن أصبحت إسرائيل حقيقة في قفص العدالة الدولية. هي دخلت القفص العدالة خلال محكمة العدل الدولية ووقفت ترافع عن نفسها. الآن هناك مسار آخر مهم متعلق بمحاكمة الأفراد ومرتكب جرائم الحرب الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية. كل هذا يمثل كسرا للجدار الفولاذي التي كانت تتمتع به إسرائيل في الهروب من العقاب والمحاسبة، وبالتالي ترتكب ما تشاء من جرائم إبادة جماعية. وبالتالي هناك حالة من الفزع. هذا الفزع انعكس في تصريحات الرئيس بايدن المسارعة برفض هذا القرار أو يعني قرار الاعتقال المرتقب، أو رفض أيضا أي إدانة لإسرائيل في محاولة لإدراك أمريكا أن ما تقوم به إسرائيل بالفعل جرائم إبادة جماعية يراها العالم بالصوت والصور. ولكن يبدو فكرة المحكمة الجنائية وما تقوم به تجاه إسرائيل أو تجاه هذه القضية كان دائما يقلق إسرائيل، حتى قبل 7 أكتوبر عند حدوث أي أزمة يتم تهديد السلطة الفلسطينية بالعقوبات إذا لجأت إلى المحكمة الجنائية. يعني معروف أن أحد المواقف العدائية الشديدة لحكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية هو إن طبعا انضمام السلطة الفلسطينية قبل بالمحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وبالتالي أصبحت الأراضي الفلسطينية غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية تخضع للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وهناك بالفعل تحقيق يعني بدأ في 2021 حول جرائم إسرائيل في غزة في الضفة على هامش الحرب التي جرت في 2014 وأيضا وما بعدها. وبالتالي هناك حالة من الفزع الشديد وحالة من طبعا الغضب من جانب حكومة الاحتلال، وتترجم هذا في العقاب الجماعي للفلسطينيين عبر عقاب السلطة الفلسطينية، طارة تمنع عوائد الضرائب وتمنع أي متحصلات مالية لتخنق السلطة ماليا. وهناك أكثر من 150 مليون دولار المفترض أن تقدمها إسرائيل، وهي هي بالمناسبة ليست أموال إسرائيلية ولكن أموال فلسطينية يتم تحصيلها عبر المعابر لصالح السلطة الفلسطينية، ومع ذلك إسرائيل تستخدم هذا السلاح أيضا للضغط على السلطة الفلسطينية. هناك أيضا الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، في كل المدن، في الضفة، في رام الله، في حوارة، في نابلس، في غيرها، كله في الخليل، كل حاجة حقيقة بيعكس هذا العداء الشديد. وأنا في اعتقادي أن إسرائيل الآن هي في حالة من الفزع الحقيقي. إسرائيل كانت تقدم نفسها على أنها صاحبة الجيش الأكثر أخلاقا في العالم، وكانت هذه الأسطوانة تحاول الترويج لها،
لكن حرب غزة بشكل خاص وطبعا ما قبلها كشف القناع عن الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي لأول مرة. إسرائيل الآن كما قلنا في قفص العدالة، في قفص الاتهامات الدولية. إسرائيل رغم أنها حققت هدف وحيد فقط خلال الثمانية أشهر الماضية، وهو قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتدمير غزة بشكل كامل وقتل النساء والأطفال، وهي طبعا لا تمت بشرف، يعني أي شرف هذا أن تقتل النساء والأطفال بقنابل عنقودية تزن 2 طن وتهدم العمارات على ساكنيها. لكن ما دون ذلك خسرت أخلاقيا. إسرائيل الآن دولة منبوذة دوليا، دولة معزولة، الآن أصبحت تدخل في مسار المحاكم الدولية، هناك تضامن دولي متزايد مع الشعب الفلسطيني، المظاهرات الشعبية في كل دول العالم، كل هذا التضامن الكامل للمجتمع الدولي، 143 دولة في الجميع العامة تصوت. وبالتالي إسرائيل الآن في حالة حقيقية من الفزع، حالة من الخسارة، وهي حالة من الارتباك، وهذا انعكس في رد الفعل الشديد الغاضب من الجانب الإسرائيلي وأيضا من الجانب الأمريكي.